عليكم، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات دورتنا، دورة منهجيات جمع البيانات تحليل الاحتياجات. اليوم مع الجلسة التدريبية السابعة رح نكمل بالمحور الثاني اللي هو محور تحليل الاحتياجات. ذكر بعض، مين يذكرنا شو يعني تحليل الاحتياجات؟ تكلمنا على هالموضوع بالجلسة السابقة، شو يعني تحليل احتياجات؟ أنا ما شغال عندي الواتس أب لأني فصلت مشان تفضلوا. ممكن تكتبوني على الشات. عليكم السلام جميعا، ممكن تكتبوني على الشات لو سمحتوا. شو يعني تحليل الاحتياجات؟ تحليل الاحتياجات أو تقييم الاحتياجات، تحديد احتياجات في المجتمع تجاه خدمات معينة. حلو، تحديد وتقييم احتياجات في المجتمع تجاه خدمة. تقييم الاحتياجات هو كيف ممكن تحدد المنظمات وتقيس الاحتياجات الإنسانية للمجتمع مثلاً المنكوب. ببساطة تقييم الاحتياجات هو أفضل وسيلة لردع السؤال هو ما المساعدة التي يمكننا تقديمها للمجتمعات المتأثرة مثلاً بالكوارث. كمراجعة فينا نحكي شوي على خزان جمع البيانات لأنه هذا المفهوم مهم. خزان جمع البيانات، احنا وين نحصل على البيانات؟ في عندي بيانات اوليه ممكن نضيف لها في الخزان، دروس نحن تعلمناها من مشاريع الدروس مثلا المستفاده، معلومات عن الازمه، معلومات حتى قبل الازمه. هي بنجمع المعلومات بايش؟ بخزان جمع البيانات. بنقوم بتجميع البيانات، بعدين تنظيف البيانات، بعدها تحليل البيانات، بعدها نعد تقرير وبننشر التقرير، وهالأمر بيساهم باتخاذ القرار. خزان جمع البيانات سجلوه عندكم لو سمحتوا، لأنه رح نسأل بعد شوي على هالموضوع. حنان عم بتقول تحليل الاحتياجات ممكن تحديد فجوة بين الوضع الحالي والوضع المرجو وصول له. أستاذ نور عم يقول شو هو أكثر وأهم شيء لازم للمستفيد. حلو التعريف. طيب كمان بذكركم، وهون عم نربط بالتقييم. إذا بتذكروا نحن حكينا بأهداف التقييم، قلنا ليش نحن بنقوم بالتقييم؟ لحتى نفهم الوضع من أجل تحديد المشكلة ومصدر المشكلة والنتائج المترتبة على هالمشكلة. طيب حلو، مين هن صناع القرار؟ مرة الماضية ذكرنا هالمصطلح بس ما حكينا عنه. صناع القرار هن منسقي الشؤون الإنسانية، منسقي المقيمين، فريق القطر الإنساني، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أو ما يسمى باختصارا بالأوتشا، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية HQ، وكالات الأمم المتحدة UNHCR، UNDP، UNFPR وغيرها، الحكومات، منظمات غير الحكومية، NGO أو الانترناشونال والمحلية، وسائل الإعلام، المغتربين السوريين مثلا مقيمين بأوروبا أو بأمريكا أو حتى بتركيا، المجتمعات المتضررة، المنظمات الإقليمية وشركات القطاع الخاص، الموردين. مين بيهتم كيف نحن نقوم بالتقييمات؟ هل نحن نقوم بالتقييمات بناء على إيش؟ بناء على أبحاث. هاي الأبحاث قيمة لمين؟ للممولين، من أجل الاستثمار، قطاع الإنساني بيعرف وين بيصفوا المال اللي هن عم يوضعوه، وين ممكن يصفوا. ثقة
كمان الأبحاث بتفيدك بموضوع إنك أنت المستفيدين فبتكسب ثقتهم، فبتكون في عندك فينا نقول بناء ثقة بينك وبين المستفيدين. أيضا المجتمع الأكاديمي أو المجتمع بشكل عام لما بتساهم أنت بموضوع البحوث فأنت عم بتعرف وتعطي فينا نقول قيمة مضافة للمجتمع عندك. طيب كمان هي من إدارة المشاريع في شيء اسمه مستويات القرار وصناع القرار. في عندك شيء على المستوى الاستراتيجي، في عندنا شيء على المستوى البرامجي، في عندنا مستوى التشغيل. بالمختصر المستوى الاستراتيجي هي فينا نقول قطاع الأكبر المنظمة. إذا جينا على مثلا الهيكل التنظيمي بنحكي هون على قطاع بناء الخطة الاستراتيجية للمنظمة بشكل عام اللي بيكون فيها مثلا مجلس إدارة ومدير مجلس إدارة. البرامجي قطاع مدراء البرامج، أما التشغيل مدراء المشاريع والإدارة الدولية. فنحن بنغذيهم بهالبيان. طيب شو خطوات تحليل المشكلات؟ هل نحن عم ناخذ أكثر من ومضة من أكثر من قسم مشان الناس اللي ما عندها إلمام بهالأمور، بس مشان أي مفردة تمر يكون عنده إلمام فيها. طيب خطوات حل المشكلات تكلمنا عنها الجلسة الماضية. أول طبعا في أكثر من منهجية، في عندنا منهجية تحديد المشكلة، بعد تحليل المشكلة، بعد ابتكار الحلول، بعد التنفيذ. تحديد المشكلة من ناحية أسئلة المشكلة، صياغة المشكلة، نعرف بالمشكلة، احتواء المشكلة. تحليل المشكلة شو بنساوي نحن؟ تحليل المشكلة بلال أنا ما فهمت عليك، اشرح لي بالتشات. تحليل المشكلة، جمع البيانات، تحليل الأسباب، السبب الرئيسي، تكلمنا نحن بتحليل المشكلة الجلسة الماضية. ابتكار حلول من خلال طرح وتجميع ممكن افكار وحلول، تنقيح الحلول من ناحيه حكينا في عندنا شيء عصف ذهني، في عندنا شجره اهداف، شجره حلول، فنحن ممكن ننقح فينا نقول الحلول ونرتبها لحتى نختار نحن الافضل بين الحلول. تنفيذ اللي هو بعد ما طلع معنا المقترح، هون بقى نحن ممكن نقدم كل مقترح وشو الايجابيات له وشو السلبيات، حتى ممكن الاقتراحات تكون في عندك خطط بديله او خطط استجابه لطوارئ انت راسمها في اداره المخاطر. هي كمان ممكن صحيح تاخذ منك وقت، بس بتوفر عليك اثناء التنفيذ نفقات وموارد وغيره. كنا عم نتكلم على موضوع خطوات حل المشكلة، تحديد المشكلة، حكينا صياغة المشكلة، تعريف المشكلة، احتواء المشكلة، الأسئلة، صياغة الأسئلة. بعد ما ننتقل لموضوع جمع البيانات، هي البيانات نقوم بتحليل الأسباب، السبب الرئيسي للمشكلة، ابتكار الحلول من ناحية طرق وتجميع فينا نقول هالحلول لمعالجة المشكلات. بعدها نقوم بعملية فينا نقول مفاضلة من لاتخاذ القرار. بعدها بنحط ممكن نحط الخطط البديلة ونقوم بإيجاد الحلول البديلة. يا جماعة الرابط هو نفسه الرابط، الرابط دائما هو رابط على إيميلك، المجموعة مالها لإرسال الرابط. الرابط هو نفسه الرابط الدائم، تدخل أنت المفترض أنت تتحمل مسؤولية فتح معك الرابط أو ما فتح معك الرابط. حلو، أي طريقة ممكن أعرض بشكل مبسط أكثر. خطوات حل المشكلات، الخطوة الأولى توضيح المشكلة، اثنين جمع المعلومات عنها، ثلاثة وضع حلول مبدئية، أربعة اختبار الحلول المفاضلة بيناتها، الوصول نحن نشوف
كيف ممكن نوصل للحلول المثلى والفضلى بعد الوصول للنتيجه العامه، واختيار بين الحلول 6 صياغات الاستنتاج. طيب اكتبوا لي على الشات لو سمحتوا خطوات حل المشكلات برساله واحده، لانه هذا ممكن نسالوا عنه بالامتحان. ممكن في مصادر تقول لك شعور بالمسؤوليه. الجهاز عم يعلق من الوسائل. الجهاز عم يعلق من الرسائل على الواتساب، اضطر اسكر الواتساب. تمام 100 حلو كتير. في شيء اسمه القيد الثلاثي، مين سمع عنه في إدارة المشاريع؟ مين سمعان بالقيد الثلاثي؟ 100% كويس، الله يوفقكم. موضوع الدعم الفني أنا عم ياخذ مني وقت. موضوع الدعم الفني، موضوع الدعم الفني ما بقى حدا بدك شيء تسأل، ابعت إيميل. تمام، ابعت إيميل للدعم الفني هو بيتكلف بهالموضوع. أنا كل جلسة عم يروح مني ربع ساعة بس على موضوع الدعم الفني، فلان ما فتح الرابط معه، فلانة عم تعدل اسمها، فلان الأحرف صغيرة كبيرة، هذا الموضوع ما عندي. قيد الثلاثي هون أنت بدك تحط بالك، بالك موضوع الزمن، موضوع النطاق السكوب، موضوع الموارد. في مصادر بتقول لك ما تحدد الموارد، حط التكلفه تمام فقط، يعني حد الموارد الماليه الافضل يكون في عندك تحديد الموارد الماليه البشريه اللوجستيه وغيره يكون افضل. وعينك دائما، عينك على وين؟ على الجوده، عينك على تعظيم الجوده، هو الاستثمار الافضل من ناحيه استثمار الافضل للموارد، للنطاق، للزمن، لغيره. تمام حلو، هي مشان الاخوه اللي معنا الاساسيات تحطها ببالك. خلي النطاق اللي حكينا عنه، نطاق التقييم يعكس حجم طبيعه الازمه اللي انت شغال عليها. القيد اسمه قيد ثلاثي، اسمه قيد ثلاثي تمام، ما اربعه بس الجوده هي داخل هالقيد. تمام، الجوده هي داخل القيد، الجودة بتراعي فيها الزمن والنطاق والموارد، اوكي؟ بس اسمه قيد ثلاثي. طيب انتاج تحليل ملائم ووقت مناسب، اللي حكينا عن موضوعه، شفتوا الوقت المناسب، موضوع نطاق التقييم انك انت تلتزم مثلا بال نطاق التقييم بتعكس حجم طبيعة الأزمة، جمع بيانات قابلة، تجمع بيانات قابلة لشو للاستخدام، ما تجمع بيانات ما تقدر تستخدمها، تستخدم أساليب صحيحة وشفافة، يكون في عندك تحمل مسؤولية. الموضوع تحمل مسؤولية إنه أنا ما أرمي مثلا الأخطاء على الآخرين، أتحمل مسؤولية إنه أنا مثلا تابع الأمور تمام، نسق مع الآخرين، اتبادل النتائج، حاول الحصول على ما يكفي من الموارد. ايضا فينا نقول اطلع على تقييم القدرات المحليه، واعرف شو توقعات المجتمع من توقعات المجتمع من فينا نقول من المشروع اللي انا عم اقوم فيه. ما اعظم توقعات المجتمع واملهم بشيء انا ما قادر امل لهم، لانه راح تصير الامور شو عكسيه. مثل مثال بسيط كثير، انه مثلا فرضا انا مثال نحن دعمنا مثلا جامعه، انا ما بأمله انه هي الجامعه مثلا راح تأهلكم فرضا والله لتكفوا دراسات عليا باوروبا، وهي انا بعرف انه الجامعه ما معترف عليها تمام؟
شو المنهجية اللي احنا نحطها ببالنا؟ هي يا ريت كمان تسجلوها. أول أمر هو موضوع التحضير لتحديد الاحتياجات، هي واحد. اثنين هو هي واحد تحضير لتحديد الاحتياجات. اثنين هو تصميم تحديد الاحتياجات. ثلاثة هو التنفيذ، فينا على التنفيذ هون. بعد تحليل البيانات اللي احنا حصلنا عليها، أربعة. خمسة هي تبادل النتائج الخاصة بتحليل الاحتياجات. سجلونا اياهم وبعتونا اياهم على الشات لو سمحتوا. طبعا تصميم ناحية تصميم مثلا فور اسسمنت، ممكن يكون ما فور، تمام، حسب الطريقة اللي بيجمع فيها البيانات. تحضير، تصميم، تنفيذ، تحليل، تبادل. تحليل، تحضير، تصميم، تنفيذ، تحليل، تبادل. اوكي، هي التاءات الخمسة. التاءات الخمسة: تحضير، تصميم، تنفيذ، تحليل، تبادل. 100%. طيب شو أهمية تحليل الاحتياجات؟ أول شيء من ناحية يا جماعة الأهداف، من ناحية الأهداف، أهداف النتائج. فتحليل الاحتياجات هي الأداة المحورية اللي إحنا من خلالها نحن نحدد الأهداف للمشاريع اللي إحنا نقوم بتنفيذها. من ناحية الأثر، إحنا نعظم أثر موارد المؤسسة واستخدام الموارد لحتى نحن نعظم شو الأثر، نرفع الأثر من ناحية توجيه المشاريع حتى نحن المشاريع. لما أنت مين بيقول لي ليش تحليل احتياجات له تأثير كبير على موضوع الأثر؟ تفضلي. ذكرنا أستاذ سابقا أنه لما بيكون نحن جينا حللنا احتياجات طلع تحليلنا خاطئ، ممكن نحن نساعدهم بشيء هم ما يستفادوا منه، مثل مثلا وزعنا حقائب مدرسية لطلاب الصف المرحلة الأولى وهن طلاب تاسع أو بكالوريا، فهني ما رح يستفادوا من هاي الأمور. حلو، هون فينا نختصر أنه نحن نفذنا المشاريع الأكثر أولوية، نحن اشتغلنا على المجالات اللي لها أولوية أكبر، فهيك نحن شو عم نساوي؟ عم نعظم الأثر. اوكي، اما نحن بنشتغل على مشاريع ثانويه، شو رح يكون الاثر؟ رح يكون الاثر اكيد اقل من المشاريع اللي لها اولويه اكبر، حاجه اكبر. تمام، اعطوني امثله مثلا هلا من اماكن تواجدكم، شو المشاريع الاكثر اولويه؟ الاكثر اولويه، مشروع الاكثر اولويه هو اول مشروع بيخطر على بالك هلا. تمام، في اخوه قالوا تعليم، في اخوه قالوا صرف صحي، في اخوه قالوا سكن، في اخوه قالوا المأوى، في اخوه قالوا سبل العيش، في اخوه قالوا دعم الزراعه. حلو كثير، حسب بقى الاماكن اللي احنا متواجدين فيها. طيب شو تاثير اهميه تحليل الاحتياجات بالنسبه للتقييم؟ تقييم جدوى مشاريع مؤسسة في تلبية احتياجات المجتمع وتنفيذ تحليل احتياجات دوريا، ومؤشر بيساعد على تقييم الأداء الاستراتيجي للمؤسسة ودورها تجاه الفئة المستهدفة في المجتمع. حلو كتير. طيب بالناحية شو أهميتها من ناحية المصداقية والشفافية؟ نظر المجتمع بيعطيك أنت لما تكون أنت عم تقوم بتحليل احتياجات، رح يكون العينة المستهدفة عندك أو الشريحة المستهدفة، رح تكون المجتمع ينظرك بعين الاحترام والمصداقية للمشاريع اللي أنت بتنفذها، لأنك أنت قمت باتباع منهجية شو علمية. على الأقل سألتهم، تمام، قلت لهم شو رأيكم اليوم إذا مثلا وقت فرضا الامتحان، رحت أنا حددت الامتحان من عندي، حطيته مثلا نقول بعشرة، نقول فرضا عشرة فرضا، تمام،
افضل ولا انا لا جيت اخر جلسه وناقشتكم يا جماعه شو رايكم الوقت مناسب لكم؟ هل هاليوم مثلا مناسب؟ برأي الاكثريه هل اكيد ما بتقدر انت تقضي كافه الشرائح. طيب حلو. من ناحيه تخطيط المشاريع مفترض ان تخطيط المشاريع ينطلق او يقوم على ايش؟ على تحديد الاحتياجات. اصلا المفترض ان البروبوزل او فكره المشروع حتى انت حصلت على هالفكره حتى تقدر تتبناها تنطلق من وين؟ تنطلق من تحليل الاحتياجات. من ناحيه المتابعه والتقييم ما هو حكينا انه المتابعه والتقييم بيجاوب على السؤال اللي هو هل حقق المشروع احتياج الفئه المستهدفه؟ ما هيك تكلمنا؟ فمن الطبيعي أن يقوم على إيش؟ على تحليل الاحتياجات. بالمختصر أهمية تحليل الاحتياجات، الأهداف، تعظيم الأسعار، الحصول على المصداقية والشفافية هو المدخل لتخطيط المشاريع، هو المدخل للمتابعة والتقييم. حطونا إياهم بالتشات كمان رسالة واحدة لو سمحت. لا أخي محمد لا بالعكس الله يبارك فيك كمان، بس نحن من باب بس نحرص على الوقت. حلو كتير. طيب خلينا نحط ببالنا كمان موضوع أسئلة الاحتياج، بتراعي الوضع الحالي والوضع المطلوب. هاي مراجعة للجلسة الماضية تكلمنا عن موضوع الاحتياج، بس قال لك احتياج معناته فجوة بين وين وين، بين الوضع الحالي ووضع المأمول. نحن من الأصل نحن جايين بدنا شو نساوي؟ لا نردم هالفجوة بين الوضع الحالي ووضع شو؟ المأمول. نحن نتمنى. حلو. تساؤلات، هي بقوة تعليمية، تساؤلات تحليل الاحتياج من ناحية القطاع. قطاع حسب القطاع اللي أنت عم تشتغل فيه، قطاع ووش، قطاع تعليمي، قطاع سبل عيش، قطاع فينا نقول حمايه الى اخره، حسب القطاع اللي انت عم تشتغل فيه. تمام؟ مين ممكن يقرا لنا هالوقفه التعليميه لو سمحتوا؟ تفضل يا انس. او خلينا ناخذ انس هنيه اذا كان ممكن، او انس منى وبعد الانس يعني المره القادمه. هسه في اكثر من وقفه تعليميه. تفضلي يا انسمو، يسعد مساك، يعطيك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تساؤلات تحليل الاحتياج في القطاع. تختار بعض المنظمات ان تعمل في قطاع محدد وتسعى لاحداث تغيير مستهدف في هذا القطاع من خلال تنفيذ مجموعه من المشاريع. لذلك تتركز بحوث تحليل الاحتياجات على تقديم مقترحات تدعم تخطيط المشاريع وتوجيهها. غير أنه من الضروري للمؤسسة أن تقيم بشكل دوري توجهها الاستراتيجي والبحث الدؤوب عن إجابة للتساؤلات الاستراتيجية الآتية. أولاً، ما هي القطاعات التي تتطلب أولوية الدعم والإنفاق؟ الاقتصادي أم الصحي أم التعليمي أم المجتمعي إلى آخره؟ هل علينا تغيير القطاعات التي نعمل فيها أو التوسع في قطاعات جديدة؟ التساؤل الثاني، ما هو التغيير أي تطوير إزالة خلل ابتكار حلول الذي نريد إحداثه في هذا القطاع؟ التساؤل الثالث، ما هي المشاريع التي تدعم إحداث هذا التغيير؟ التساؤل الرابع، ما هو أفضل تخطيط لهذه المشاريع يعظم نتائج هذه المشاريع؟ تمثل هذه التساؤلات الأربعة تسلسلاً منطقياً في التفكير الاستراتيجي للمنظمة التي تعمل في المشاريع المجتمعية التنموية والإغاثية. الله يعطيك العافية، ممتاز. فهون تغيير، إزالة خلل، ابتكار حلول، حتى ممكن تطوير، شو هي المشاريع اللي ممكن تساوي هالتغيير؟ تمام؟ شو القيم المضافة اللي نحن مثل لما نحن عندي منتج أو عندي شركة مثلا قوم يا أخي بدراسة جدوى، فأول شغلة لازم أحددها
ايش؟ موضوع القيمه المضافه، انا شو القيمه المضافه لمشروعي؟ طيب هذا المشروع شو القيمه المميزه اللي ممكن تقدم للمجتمع المضيف او فينا نقول للمستفيدين، وتحدث لهم التغيير اللي احنا مخططينه. ما هي احتياج القطاع؟ شو التغير المطلوب احداثه في القطاع المستهدف؟ شو هي المبادرات والمشاريع اللي ممكن تحقق هالتغيير؟ شو المشاريع داخل كل مبادره او برنامج؟ مثلا من ناحيه الاحتياج القطاع، الاجابه رح تكون قطاعات ذات الاولويه. بتكون تركز على القطاعات ذات الاولويه. يوم انت الاستجابة لتكون أول بأول، الأكثر أولوية قطاعات مثلاً نقول ما من منطق إنه أنت ناس فرضاً عندك يوم جاي شتاء وتروح اليوم مثلاً الأولوية لموضوع إنه ممكن إذا كان أنت عندك بناء فلازم تخلصه مثلاً قبل الشتوية عشان شو تساوي؟ تسكنه. عندك لنقول فرضاً يوم أنت عندك أولوية مثلاً موضوع الصرف الصحي، تمام؟ بكرة بتطوف المخيمات، فلازم أنك مفترض أن الأولوية مثلاً كان بالصيف تقوم بأهل الأمر تحسباً لشو؟ الشتاء. اليوم بأنطاكيا اليوم مبارح مثلاً ما هديت المطر، إذا كان مدن عم بتطوف فما بالك بالخيام. فالعبرة أنه تراعي الأولوية. ما هو التغيير المطلوب إحداثه في القطاع المستهدف؟ الأهداف المطلوبة حسب كل قطاع، قطاع ووش، FSL، حماية، إلى آخره. شو المبادرات؟ هي المبادرات اللي حاطينها لحقق الأهداف. يوم مثل في عندك مبادرات اليوم بتوفرك جهد ووقت وتعب أكثر من مبادرات ثانية، فحاول تعطي سكوب على هي المبادرات وتدعمها وتحفزها. يوم في عندك مصاريف عم تنصرف، ما رح اقول ما لها جدوى، بس ما هلا ما وقتها، هلا ما وقتها. يعني هلا اذا حكيت ما بدي احكي، هلا بيقولوا لي عم تتهم منظمات، بنعلق معها، بنحكي ولا بلا؟ يلا بلا. عبد القادر بده يتحكم بالجهاز. عبد القادر يا عبد القادر انت ضاغط على شيء. يا اخي ركز على القطاعات اليوم الاكثر اهميه، تمام؟ بس ركز على القطاعات الاكثر اهميه، تمام؟ لوحده جاي الايام، يعني بناء السلام، اي حلو بناء السلام، بيعجبني انا والله، حلو بناء السلام، بس هلا مو وقته. اليوم ركز لي على اشياء ثانيه اهم، تمام؟ حمايه المراه، المراه بدها حمايه والرجل بده حمايه. يعني في رجال والله بدهم حمايه، تمام؟ الله وكيلكم. في رجال بدهم حماية أكثر حتى من نساء، في نساء بدهم حماية. فاليوم أنت ركز على شو الأولويات، تمام؟ التوعية مهمة، يوم أنت بحاجة. اليوم في ناس مثلا مواضيع بيحكوا على مثلا على تنظيم الأسرة، تنظيم الأسرة مهم، تمام؟ بس اليوم أنت بالتوعية، ما التوعية، تمام؟ لتوصل للأهداف، التوعية اللي تكون ما مسيسة، تمام؟ فما نعمل مشاريع، خلينا نشتغل بالاولويات واحده واحده، تمام؟ هيك حكينا انه يا جماعه انتم اللي عم تعمروا بشكل افقي، تمام؟ يعني هي شكل افقي. في استدامه مثلا لعشر سنين، عشر سنين ممكن الناس تسكن فيها، ولا بعد ثلاث سنين رح تجونا. على فكره ممكن، يعني ما يمكن، الله اعلم، يعني ما في حل، يعني الحل واقع، يعني تمام، الحل الواقع. يوم انت في عندك رجوع من تركيا للشمال مثلا، تمام؟ اذا كانوا 4 مليون ورجع، خلاه يرجع 1.5 مليون، في عندك بنيه تحتيه ممكن تستوعب هالامر، ولا شو راح يصير، تمام؟ طيب انت ليش ما بتبني مدن؟ ليش عم تركز لنا على مخيمات؟ في فرق بين مخيم ومخيمات، وعم تاخذ مساحه، عم تقطع شجار، عم تقطع، يعني انت في مخيمات مساحات جرداء عم تنترك
وعم يروح على وين؟ على ال على مثلا الاماكن المزروعه. العبره ركز على الاوليه. اذا انت فعلا بتقول لي لا الداعم هيك بده، هذا امر ثاني. يعني اذا هيك الداعم هيك بده هذا امر ثاني كمان. يعني في يقول لك ما ترد على الداعم، لا بدك ترد على الداعم عشان ما نكون يعني نحكي شيء وما نكون قد يعني، او ننصح نصيحه وما نحن قادرين ننفذها. اذا هيك الداعم بده هيك الخطط، بالنهايه انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قطع من ناحيه النتائج تقييم، خلينا نركز على النتائج ونحكي حاله. تقييم التحديات العامه اللي ممكن تواجه كل قطاع والتنبؤ بالتحديات المستقبليه. هلا هون التنسيق مع الاوتشي بهالموضوع كثير مهم. يعني اذا انت تشتغل فبدك تحاول تنسق مع شو؟ مع المنظمات الثانيه عن طريق الاوتشا، بيكون يعني افضل. في عندهم منصات لكل قطاع انضمام له بيكون كثير مهم. وحاول قدر الامكان انك تستفيد من المعلومات والبيانات اللي هي موجوده عندهم. الاستنتاجات هي تحديد النسب المئويه المخصصه لموارد منظمه للانفاق على كل قطاع. وانا من الناس اللي بتقول لك ان المنظمات لازم تستهدف اكثر من قطاع لاستدامه المنظمه. انا بعرف انه في ناس اخذتها لموضوع العمل النظامي هو عمل تجاره بالنهايه عملته. يا اخي حتى تحافظ على تجارتك نوع القطاع، اشتغل على اكثر من قطاع، اوكي؟ هيك بتستهدف شريحه اكبر، بتنوع بتستهدف المستفيدين بطرق افضل، بتعظم الاثر وانت بتستفيد. وانت بتستفيد، منظمتك بتستفيد من ناحيه النسب الاداريه. الحاله منظمه تريد تحليل القطاع التي تريد ان تعطيه اولويه في الانفاق، هل هو القطاع الاقتصادي، الصحي، التعليمي، الاجتماعي، البيئي، الثقافي، السياسي وغيره من قطاعات المجتمع. هلا مثل موضوع البيئي، حكينا المره الماضيه قلت لكم انه في غياب لموضوع البيئي، تمام؟ ما بعرف اذا حتى هون يعني بالتركية موضوع البيئي كثير مهم، تمام؟ كثير مهم ما شوي يعني. يوم انت هلا بس دخل الشتاء الناس الاولاد بتشوفهم بالمشافي باعداد كبيره كثير. هذا الامر بسبب شو؟ تلوث البيئه. هلا هي احد الدراسات لو اني شوي قديمه، تمام؟ ما لقيت دراسه يعني احداث. هون الناحيه الاقتصاديه هي الاعلى، بتشكل 40%. فسبل العيش كثير ممكن انك انت تشتغل عليها، يعني خصص لها. اذا انت سبل العيش بتخصص لها 50%، تمام؟ يعني هلا اعطيكم امثله. اليوم لو انه بالداخل في خطوط انتاج تنبنى والناس تشتغل، هي الناس بتصير تشتري بيو. هي الناس بتقدر تشتري بيو، هي بتصير تعمر تعطاه انت. يعني انا لو اني اخذوا رايي، تمام؟ انا مع انه يا اخي هي الاراضي وزعها للناس، تمام؟ وخلاه يعمر بكل ارض، اعطاه ارض مثلا مساحة دنا، في اراضي شاسعه يعني. ما غلط، وين المشكله؟ مين مع هالراي؟ يعني اين الافضل انه يكون مخيم افقي ولا توزع اراضي على الناس دنهم ويكون فيها مورد رزق له؟ ما هي المناطق اللي هي شمال حلب فيها اراضي كثير اراضي دوله يعني. انت عم توزع اراضي دوله ما املاك خاصه، او اشتريها من الناس ووزعها. لا، ما البناء العشوائي انت بتضبطه. يعني انت كل ارض عندك بنوم، عم نحكي فكره يعني، عم نحكي كافكار. العبره هي نسب موازنه مخصصه لكل قطاع الانفاق، مثلا بيئه 10%، تعليم 20%، صحه 30%، هذا بيرجع لكل منظمه منظمتها. في منظمات بتقول لك لا انا عندي قطاع سبل العيش 80%، عندي التعليم 20%، خلاص انا هذا القطاع اللي بشتغل فيه.
تمام. في منظمات ثانيه لا، بتقول لك انا بشوف انه الصحه نستهدفها، سيبنا موضوع سبل العيش، الكادر اللي عندنا والمؤهلات اللي عندنا على الصحه، تمام بصير. ليش يا اخي؟ هو بالنهايه هذا اللي جاي من درعا او جاي من لاذقيه او جاي من وين من كان، ما سوري يعني، هي بالنهايه اذا سكن بحلب ليش ما في من حلب ساكنين باللاذقيه وفي من اللاذقيه ساكنين بالشام؟ يعني هذا بالنهايه حكي فاضي، يعني انه والله المناطقي حكي فاضي. يعني التغيير منظمه الى سياسه واضحه تجاه قطاعات محدده، من ناحيه انه نحدد التغيير اللي احنا نريد احداثه بكل قطاع، نتائج اللي حتكون اكيد تقييم الوضع الراهن للقطاعات المستهدفه من ناحيه نقاط القوه نقاط الضعف. انا عندي دراسه انه القطاعات ممكن استهدفها، تحديات انا بقدر واجه التحديات ولا لا. اليوم انت مثلا ممكن تشوف انه في تحديات يا اخي انك انت ما قادر تقوم مثلا نقول فرضا بمشاريع متعلقه بالبناء لانه في عندك سلطات ما عندك تواصل معهم مثلا، او هن فينا نقول اليوم انتم بتعرفوا كل فصيل او كل يعني مثل البلد يعني احزاب، فانا بدك تدبر فصيلة حتى تقدر تنفذ، يعني ما بيخلوك تجي لو انك انت حابب تجي تنفذ، ما بيخلوك هيك تنفذ. الاستنتاجات التغيير اللي بتريد المنظمة احداثه في هذا القطاع، استراتيجية تحقيق التغيير، مبادرات على المنظمة اتخاذها لتحقيق التغيير او مساهمة فيها، مثل مثلا قررت منظمة تركيز عملها في القطاع الاقتصادي فاجرت دراسة احصائية لتحليل ابرز التحديات ممكن تواجه البلد. بين البطالة لدى حديثي التخرج هي أبرز تحدي، واستنتجت أن التوجه لرياد أعمال الشباب هو حل استراتيجي فعال لتصدي البطالة، ومنظمة تسعى لتأمين فرصة عمل مثلا ل 2000 شاب وصبية خلال مثلا 3 سنين قادمين خلال دعم ريادة الأعمال. حلو، هاي حاولنا نأمن 3000 فرصة. طبعا طبعا انا دارس الموضوع تبع توزيع اراضي اصلا بالستينات، توزعت اراضي فانا بعرف عم. يوم انت لما توزع اراضي في عندك حل لمشاكل كثير، في عندك اول شيء عم تامن ايدي عامل، تمام. ثاني شيء ممكن الارض ما تتخلى، يعني ممكن تعمل عقد بينك وبينه مثلا لمده 50 سنه على بعض يدفع حق الارض، وين المشكله؟ ما اليوم انت بدول اوروبيه بتوزع اراضي، لا اتركها، نحن عندنا اتركها تموت الاراضي وتبور ولا تخلي حدا يستفيد منها. المشاريع قبل ما ناخذ استراحه، منظمه عندها مبادرات واضحه تساهم في، يوم في عندك عجله اقتصاد ما بتدور، نحن الاقتصاد الحالي ما بيقوم بالبدايه الا على الزراعه. عفوا، انت هي لما بتنمي المشاريع الزراعيه بتعمل اتفاق امن غذائي، الامن الغذائي ما فرق في امن غذائي نحن عندنا بسوريا، الامن الغذائي كان بال 2010 2009 ايه، بس بعد 2011 الامن الغذائي صار يعني الهرم معكوس، يعني ما كان في هرم غذائي غير عن النهب، يعني في ناس معتوهين صاروا يدمروا صوامع القمح وغيرها، هذه لانه على اساس هي ما املاك للشعب. النتيجه انه انت عجله الاقتصاد لحتى تدخل ناس يستثمروا بدك اراضي، بدك معامل، بدك مصانع، ما هي كانت الدوله شو تساوي؟ تروح تقول لك مثلا بدير الزور لحتى تجيب الناس مثلا من الغرب تجاه الشرق، تقول لك حق المتر، هو حق المتر فعليا هنيك بدير الزور حقه كان مثلا فرض من قبل ال 2010
كان حق المتر مثلا 50,000، كان يبيع لك المتر ب1000 ليره ويقول لك كهرباء ومي وضرائب بيع فيك ب10 سنين. ليش؟ عشان يخليك انك تروح تستثمر. هذا الامر نفس الشيء، اطراح اراضي، اعطيهم اراضي وخليهم يزرعوها، يزرعوا ويعمروا. اليوم انت ما راح اقول لك الا اذا 10,000 دينار، 10,000 درهم ماشي، يعني 10,000 درهم، 10,000 درهم يعني 10,000 اسره، مضبوط؟ هيدون ال 10,000 اسره ما بدهم، انت شغلت عمال بناء، شغلت ناس مشان يحفروا يطالعوا لك ماء، عملت طرقات، تمام؟ وين المشكله؟ يعني هلا انت سنتين ثلاثه، اليوم ما في اخي فيلات، ما عم تنعمل فيلات، طيب كيف عم تعمل هاي الفيلات باراضي؟ تمام، وهذه ما بتنعمل، شو السبب؟ المشاريع المنظمة إلى مبادرة واضحة لتساهم في تغيير منشود، وتريد اختيار مشاريع محددة ضمن هالمبادرات. النتائج رح تكون استهداف الفئات اللي لها أولوية، مراعاة موضوع المالي والنفسي والمعرفي لهالفئات، الاستنتاجات اللي هي تحديد المشاريع المفصلة لازم نشتغل عليها لحتى نحن هالمبادرة تنجح ونحقق التغيير اللي نحن راسمين أو حاطينه ببالنا. مثل مثال موضوع منظمتنا اللي بتسعى لتأمين 3,000 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة مثلا، من خلال دعم ريادة الأعمال. عملنا دراسة إحصائية مبدئية حول احتياجات فئة الشباب من موارد الأطلاق، مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر. خرجت المنظمة بثلاث مشاريع، مشروع الأسر المنتجة، تمام؟ اللي هو دعم النساء لحتى بدال ما أنا هاي الأرم اللي أعطيها أسرة فعلية، لا أنا أدعمها بمشروع علمها فعليا، علمها ما علمها بالحكي بس، فعلا علمها وتابعها. اليوم أنت مشاريع أحيانا بيكون حلو المشاريع، بس أنت لحتى تستمر هالمشاريع بدها استشارات، بدها دعم، بدها مواضيع مثلا تسويقية، بدها تصريف منتجات مثلا، اسواق تصريف، يكون عندك قدره على التصريف. ما بكفي انه بس هو فتح، ممكن ما يكون بيعرف يسوي، فهم بحاجه انت الاستشاريين تابعوا، استشاريين فعلا يعطون وقتهم وجهدهم وتعبهم، ما مشروع استشاري ابو ساعه خلص خلص خلصت الساعه، هو ما له علاقه، ساعه ما بتكفي، بده يكون عمله استشاري انت جايبه ليتابعه باي لحظه، هو اصلا يتابع المنظمه ويطلع يتابع هي الشركه ويطلع لي ويعطيه النصايح. فينك تعتبر هي الشركه هي احد الشركات المنظمه، تمام، وتتبناها بشكل كامل. طيب الادوات اللازمه مثل موضوع يوم طلع بأفكار إبداعية، يعني يوم مثلا تقلي أنه أنا بدعمهم بورشات خياطة، حلو، بس اليوم أنت هي ورشات الخياطة، طيب شو رأيك نحن نعمل معمل لورشات الخياطة، معمل ألبسة، تمام، معمل ألبسة وليس محل يعني أنا بدأ معطية الآلة، لا أنا بعمل كربانة مساحته مثلاً 400 متر وبعمل معمل. هذا المعمل شو بيساوي؟ بيلبي وهن إلهم نسبة حتى من الأرباح، تمام؟ شو رأيكم يا المشروع؟ ما أفضل ما دع... ونظم حتى بيكون ممكن يكون إلى مصدر دخل، وين مشكلة؟ يعني في نسبة لمين؟ للعائلات، في نسبة لرأس المال حتى يبقى مشتغل، في نسبة ممكن للوقف. أوكي، مع أي تقييم أولوية المشروع إحنا كعنا بعد الاستراحة رح ناخد بريك لثمانية وعشرة ونرجع لكم. السلام عليكم. أولوية المشاريع، ما
معايير تقييم أولوية المشاريع. يعطيكم العافية، رجعنا لكم بعد الاستراحة. كيف بيتم تحديد أولويات الإنفاق؟ يعني شو هي المعايير ممكن فينا نقول نفضل قطاع على غيره أو مشروع على غيره؟ من ناحية مثلا الكمية، هل النقص الكمي هو المعيار؟ يعني النقص الكمي من ناحية المجتمع، مثلا نقص من ناحية عدد المدارس، نقص من ناحية عدد القيم، نقص من ناحية الإيواء، الوقت، هل الحاق في الوقت، صعوبة التأجيل هو أهم معيار؟ هي الأمور ناحية الكمية والوقت لازم تتاخذ بالاعتبار. والأثر اللي هو الأثر المتوقع للدعم والإنفاق هو ممكن يكون أهم معيار، لأنه ممكن يكون مشروع هل الأثر بتركز على المشاريع فينا نقول غير مستعجلة. المشاريع المستعجلة دائما بتكون مشاريع إسعافية، ونحن قلنا من 10 سنين لهلا مشاريعنا أغلبها إسعافية مع الأسف، مع أنه مفترض أن يكون مشاريع تعمل استدامة لحتى تحل لك مشكلة. ما يمثل مشكلة في نقص لدى فئة في المجتمع أن تمييز المشروع لحدث أثر شو كبير. هلا نجي على شكل هون أعطيكم إياه الشكل. وضح الشكل التالي، مثلا نموذج ترتيب أولويات الدعم وفقا لمعيار الكمية والوقت والأثر. يدل المحور الأفقي، هذا المحور الأفقي على الكمية، نقص الكمية. فيكم راح أبعث لكم إياه مثل ما هو على الشات. هو نموذج لشركة صغر في معايير أولوية المشاريع، موجود على الانترنت فيكم تشوفوه. عجبتني فكره تقييم المعايير، كثير جميله. هون مثلا لاحظ نقص الكميه، عندك نقص متوسط نقص شديد، تمام. اذا نحن اخذنا مثلا المعايير واشتغلنا عليها، مثلا بدل المحور الافقي على النقص الكمي، والمحور العمودي بدل على الالحاق في الوقت، مساحه الدائره بتدل على الاثر، مساحة هي الدوائر بتدل على الأثر. الأولوية بالتأكيد هي المشاريع التي يكون عندك نقص شديد، نقص شديد وملحق في الوقت. يعني وين نحن بأي مشروع؟ واي، مظبوط، عند الواي. لما يكون عندك إلحاق شديد، إلحاق شديد، في عندك نقص شديد، تمام. هون عند بالمشروع واي. طيب المشروع إكس كيف بتقيمه؟ هات لنشوف حسب هالطريقة. طبعاً ما فينا نحن، في توجهات عند الداعمين، في توجهات عند المنظمة نفسها بالنهاية، بس نحن عم نقترح نموذج ملح وفي نقص متوسط. أما المشروع W الوقت ملح، الإكس الوقت ملح بس ما له نقص، خلينا نقول كبير، نقص متوسط، بس هو ضروري ضروري، بس في أضر منه، من ضروري أكثر. هو نقص شديد بس غير ملح، هذا ممكن أجله. فالأولى إنه نحن نشتغل وين؟ على مشروع واي. مثلا مشروع إكس هو مشروع ملح وله أكبر أثر مقارنة مع بقية المشاريع، تمام؟ مشروع إكس هو له أكبر أثر، لأنه الدائرة اللي له أكبر، غير أنه لا يغطي نقصاً شديداً لدى الفئة شو المستهدفة. طيب دور وأهمية تحليل الاحتياج، هون حكينا حسب القطاع، لاحظ من قطاع التغيير مبادرات المشاريع، إنه نحدد المستويات تحليل الاحتياجات، نحدد المعايير، نجي هون حدد المستويات، تكلمنا عنه إذا تذكروا الجلسة الأولى. حكينا على تحديد المستويات، قطاعات، تغيير المطلوب، مبادرات، تحديد معايير التقييم من ناحية أثر، دعم، الإلحاق ولا الكمية. هون نجي على تحديد منهجية التحليل.
نحدد الأداة، القياس، تفصيل، الزمن، مصدر البيانات. تحديد منهجية التحليل بتساعدنا من ناحية الكمية أو النوعية، قياس مباشر وغير مباشر، تفصيل سريع ومفصل، زمن، تقييم حالي وتنبؤي، مصدر البيانات، دراسات سابقة والعين المستهدفين والعين الخبراء. طب احكي لنا عنه. أنواع منهجيات تحليل الاحتياجات، مين كان رافع يده ممكن ياخذنا الطريقة، ممكن يقرأ لنا إياها. نفس في شيء على فكرة مخصوص الأولويات، هي الفكرة مخصوص الأولويات تطبق بإدارة الوقت مثلا. هانس ملاب في سعد مسافر، كيف؟ أهلين أستاذ، الله يعطيك العافية. هانس تمام ملاب الحمد لله الله رب العالمين. يعافيك. تمام وين إقامة حضرتك هانس ملاب؟ نعم، وين إقامتك؟ حاليا والله بإدلب، إدلب المدينة. الله يحميك، الله يسلمك يا رب. قريبينك لاني في كثير نفس العيله موجودين من تركيا. صحيح. تفضل. تمام. أنواع منهجيات تحليل الاحتياج. تتنوع منهجيات تحليل الاحتياج التي تتناولها المراجع، تصنف بعضها وفقا للعينة المستهدفة وبعضها وفقا للأدوات المستخدمة في جمع البيانات. وحدة للعينة، وحدة للأدوات. تمام. مثل طريقة المجموعات المركزة وطريقة المسوحات. فمثلا عند استخدام عينة من المختصين والخبراء لاستطلاع آرائهم حول احتياج فئة ما، فإن المراجع عادة تسمي هذه الطريقة بالدلفي. كما تنصح بعض المراجع باستخدام منصة الحوار في موقع المقهى العالمي World Cafe، والتي تعتمد على استثمار حوار مجموعات متنوعة في استنباط الأفكار والحلول. الله استثمار يعطيك، الحوار جميل، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. طيب هون نرجع على موضوع الأنواع المنهجيات، إننا نحن نهدف في النموذج العلمي المعدل تصميم منهج تحليل الاحتياجات من خلال حصر أبرز الطرق اللي حكينا عنها مستخدمة النموذج أولي. أسلوب الكمي والنوعي لتحليل الاحتياج على هاي نحن نذكرها ونرجع نفصل فيها كمان، بس هلا ك فينا نقول كموجز يفرق الباحثون بين المنهجيه الكميه والمنهجيه النوعيه. طبعا افضل البحوث هي لما انت بتدمج بين المنهجين اللي هو المنهج الكمي والمنهج النوعي. طب اعطيني امثله مثلا الكمي، قياس احتياجات بالارقام، هذا الامر كثير مهم يا جماعه. هلا دخلنا هون بشيء عملي تطبيقي، هذا الامر لازم يكون عندك المنفذ لتصميم الاستمارات، الاسسمنت لازم يكون عندك، تعرف تفرق بين المنهج الكمي والمنهج النوعي وامتى تستخدم المنهج الكمي وامتى تستخدم المنهج النوعي. تمام؟ الوصف، قياس احتياجات بالارقام بهدف وصفها بجداول احصائيه. اما بالنوعي لما انت تطلب من الناس تحليل وفهم افكار واحاسيس الناس حول احتياجاتهم. نسعى ايضا من خلال التحليل النوعي الاحتياجات الى فهم، جاوب لو سمحتوا عن السيد وائل، عم شكل السيد وائل هلا دخل، لو سمحتوا جاوبوه على السؤال. تحليل وفهم افكار واحاسيس الناس حول احتياجاتهم من خلال ليش بيحتاجوا لهالامر، كيف بيحتاجوا هالامر. تمام، فهون انك انت تخلي الناس شو تشارك بافكارها، تخلي الناس تشارك باحاسيسها. متى يتم استخدام المنهج الكمي والمنهج النوعي؟ الاستخدام الكمي، احتياجات معروفة الكمي، احتياجات معروفة مسبقا،
يعني ممكن انت تحصرها باطار مغلق، بتريد انما نريد معرفه مزيد من التفاصيل حول احتياجك. اما مثل كميه النقص، طريقه تلبيه الاحتياجات، اما النوعي فهون الاحتياجات محدده كمشاكل وتحديات، ونحن ما بنعرف شو هي افكار ومبادرات ومشاريع ممكن تحل هالمشاكل والتحديات. فهون نحن بنشارك شارك ممكن مستفيدين بتحديده. امثله بالنسبه للمنهج الكمي، مثلا تحليل احتياجات لمراكز صحيه بالمنطقه بهدف تحديد النقص الموجود في اصناف الادويه واللقاحات والكوادر الطبيه. هون نحن اذا نحن عندي مثلا مراكز صحيه، فانا بلجا لشو؟ ل بسال هالمراكز الصحيه شو اصناف الادويه اللي لازم نذكرهم؟ شو اللقاحات؟ شو الكوادر الطبيه اللي لازم نحن نردف هالمراكز الصحيه فيها؟ هي الاحتياجات معروفه مسبقا، بس نحن بحاجه لشو؟ لتحديث معلومات، تمام؟ في عندي دراسه مثلا من 2019، بس نفس الدراسه نفس الاستثمنت برجع بنفذها وين؟ عن المراكز الصحيه، بحيث شو؟ انه انا النقص لبى. النوعي تحليل احتياجات الشباب مثلا تجاه البطاله، تامين فرص العمل واحتياج هام معروف عند الشباب، تختلف اهميته من منطقه اخرى، بس هو ما معروف بالضبط شو هو الاعمال اللي ممكن هن يقوموا فيها حسب مهاراتهم، حسب دراستهم، حسب فينا نقول بيئتهم الاجتماعيه. فهون هذا موجز للفرق بين التحليل الكمي والتحليل النوعي، او فينا نقول منهجيه البحث الكمي ومنهجيه البحث النوعي. الافضل مثل ما قلنا انك انت تدمج بين الطريقتين. نوعي نوعي اسماء نوعي، سؤالك هو نوعي. مثال قياس المباشر وغير المباشر للاحتياج للاحتياجات. مثال مجال مثلا رعايه، مجال رعايه ذوي الاحتياجات الخاصه مثلا نوعي، بس نحن شو بنسوي فيها؟ بنحوله لكمي. نوعي بس نحن بنحوله لكمي. القياس المباشر وغير المباشر للاحتياجات، مجال رعايه مثلا ذوي الاحتياجات الخاصه لتحديد ابرز احتياجاته، ممكن نقدر باسلوبين، الاسلوب المباشر نسال مثلا ما هي اكثر امور ممكن تعتقد انك تحتاج دعم فيها؟ اوكي؟ يسمح باختيار اجابتين مثلا اثنين. تاهيل القيام بالاعمال الانتاجيه المناسبه، تامين الاجهزه التعويضيه، مثلا شخص لا سمح الله عنده مثلا بتر فهو بده اجهزه مسانده للتعويضيه، ممكن دعم نفسي من ناحيه تنظيم احتفالات مناسبات عامه او نسميها دعم نفسي، دعم نفسي واجتماعي، تقديم رعايه صحيه فحوصات طبيه بالمنازل. عوض شيك بقى هون شو سوى؟ قد ما حصلتوه ممكن تحطوا وياهم 10، تمام؟ تقول له تفضل، تقول لي هذا الشخص ممكن ما يكون قادر انك انت تجمع البيانات، فانت شو تسوي؟ تلجا ل ممكن يكون فيس تو فيس، ما ضروري عن طريق النت. ركز بهالاسلوب على الاحتياج من وجهه نظر ذوي الاحتياجات خاصه، من خلال السؤال المباشر عن ابرز احتياجاته. رح نركز الاسلوب الاتي على التحديات اللي ممكن تواجهه ونستنتج من خلال الاحتياج. مثلا اليوم فرضا انا بسالهم انتم شو الاولويات؟ بتقول لي نهاية كمان بنرجع بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انت ما عندك قدره موارد انك تقدر تلبي له كل الاحتياجات، فينك تلبي الاولى فالاولى، الاولى فالاولى. مثلا اسلوب غير مباشر، هل حصلت على اجهزه مسانده وتعويضيه؟ نعم او لا. فهون انا بحط ببالي اذا كان هن ما عم حاصلين على اجهزه تعويضيه شو ساوي؟
أم لن أجهزة تعويضية؟ هل يتم تقديم رعاية منزلية وفحوصات طبية لك في المنزل دائما غالبا أحيانا نادرا، وبناء عليها أنك أنت تستنبط أن هي العينة بحاجة لدعم منزلي، رعاية صحية منزلية. يوم أنك أنت مثلا سيارة الإسعاف لما يكون عنده فحوصات، تجي سيارة الإسعاف وتاخذه مثلا سيارة الإسعاف، تمام، أو تبعث له حدا ياخذه عن مستوصف، أو إذا كانت سيارة إسعاف مثلا نقطة طبية، فإنك نقطة طبية متنقلة، فهي هي النقطة الطبية بأماكن معينة هو ممكن يوصل لها. هل تم تأهيلك سابقا قيام الأعمال الإنتاجية مثلا أو الأعمال المنتجة، من ناحية ممكن يكون شخص قادر على القيام مثلا بأعمال تدر له دخل؟ فنعم أو لا. هل يتم دعوتك لحضور احتفالات ومناسبات عامة أو خاصة؟ أو هل تم مثلا فرضا حضور مثلا، هل تم دعوتك لجلسات مثلا دعم نفسي واجتماعي فرضا، أو لحضور جلسات مثلا مساندة أو غيرها، أو دورات تدريبية؟ هل أسلوب تم توجيه أسئلة موضوعية لا تحتمل التأويل كما هو الحال في استطلاع شروط دفع؟ وبناء على أنت بقى بتتخذ أسئلة النقاش. هل عدم حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على رعاية صحية وطبية في منزله يدل على أنه بحاجة إلى ذلك؟ وأي الأسلوبين رأيكم أفضل رأيكم؟ وكيف نستطيع كيف نستطيع يا جماعة الدمج بين الأسلوبين؟ يمكن شارك معنا صوتي. أعطينا رأيي. أستاذ محمد تفضل، أسعد مساك. تحياتي أستاذ، شلونك؟ الله يكرمك. فأنت عم تحكي عن الأسلوبين، إنه أنا أفضل المباشر أو الغير مباشر، صح؟ صح. انت شو بتفضل، الاسلوب المباشر او غير مباشر وليش؟ هلا قولا واحدا الافضل هو الاسلوب المباشر، ونحن بنحسن ندمج بيناته لما نحن بنقول له يا ترى انت عم تتلقى رعايه صحيه، في حدا عم يجي بيقدم لك شيء، عم تتلقى الرعايه بالبيت، فهو بحسب الاجابه بيقول لك ايه او لا، فانت بتقول له بتحب تتلقى، فهون بتكون تدمجت اثنين، انه بطريقه غير مباشره ومباشره بنفس الوقت. طيب. ممكن يكون كمان دمج بين الأسلوبين، أفكار حول الدمج. الدمج بين الأسلوبين بيعطي تقاطع أفضل بالمعلومات. الأسلوب غير مباشر بيركز على الإنسان أكثر، بيكون عنده موضوعية. الأسلوب غير مباشر فهو شو بيساوي؟ بصير بيعطيك رأيه أكثر، ما أنك أنت تقول له حدد أي خدمتين وأنت ما بتعرف عن معلومات. أنت لما بالأسلوب غير مباشر شو سويت؟ أخذت منه معلومات أكثر، يعني أنت عرفت مين الأشخاص يلي عم يتقدم لهم، شو عدد الأشخاص اللي عم يتقدم لهم مثلا أجهزة تعويضية، حصلوا مثلا على أجهزة تعويضية، شو معدل مثلا تقديم رعاية صحية مثلا لفحوصات طبية دورية بالمنازل. فنحن شو سوينا؟ حصلنا على معلومات أكثر، خلينا هو يشاركنا رأيه أكثر. أما بالأسلوب المباشر حدد لنا شو اكثر امور انت بحاجتها. صح، بس كمان انت اذا سالته، قلت انت اذا جيت بطريقه غير مباشره قلت له يا ترى انت حصلت على اجهزه تعويضيه، فهو على اثر على ضوء اجابته انت كمان راح تجي بطريقه مباشره انه يا ترى انت بدك، لا هو اذا بحاجه جهاز تعويضي، اذا قال لك نعم معناته بده، اذا قال لك لا ما بده. تمام. هلا لما بتقول له انت حصلت على اجهزه تعويضيه، سالوا انت كل الاسئله وتعويضيه، اذا قال لك نعم معناته بده. تمام يا استاذ، انت بتساله، يا استاذ انت بتساله الاسئله تباعا،
انت حصلت وكمان على اجهزه، انت هل حصلت على الاس اي اجهزه دي سعوديه؟ المباشره، يا ترى انت عم حد عم يقدم لك رعايه بعد صحيه الاس اي بالبيت؟ المباشره. شكرا لك. الاس اي المباشره انه انت عندك قائمه واختار شو الاكثر اولويه لك، تمام؟ اما الغير مباشره هي اللي عم تحكي عنها، بس تميز بيناتهم، تمام تمام؟ والله انا فهمان، انا مميز الفكره تماما، ولكن انا قصدي لما بنساله هاي الاسئله تباعا وبنحصل على اجابه منه، فنحن هون فينا نقول له انه يا ترى انت لاي بحاجه اكثر، انت شو محتاج اكثر؟ ممكن انك انت ترتب بقى هون الاولويات بيناتهم، تمام؟ ممكن ترتب تماما، انا حسب ما هذا بيطلع معك، ممكن، تمام؟ هذا 100%. كان قصدي، انا ك شخص مسؤول عن هذا الامر وقاعد مع الشخص هذا، فلما بسأله هاي الأسئلة تباعا وبعدين بقول له يا ترى انت برأيك انت بشو محتاج اكثر 100%. من هاي الأشياء اللي سألتك لاحظ عنها؟ الفرق بين الاسلوبين، لاحظ الفرق بين الاسلوبين. المباشر من ناحية تدخل المجيب في تحليل الاحتياج، المباشر في تدخل كبير، تقييم الاحتياج بيعتمد على رأيه الخاص، اما الغير مباشر بيكون تدخل محدود، يعني دوره بيقتصر على تحديد ايش مشكلاته وليس احتياجاته. تحديد الاحتياج بيحدد المجيب احتياجه بنفسه بالمباشر، اما الغير مباشر الباحث انا بحدد له الاحتياج انطلاقا من المشاكل حسب البحث اللي انا اجريته والتحديات اللي ممكن تشخيص. هلا بتقول لي انا ممكن خلي جزء وخلاه هو يحكي شو الاحتياج، بصير الارتياب في النتائج قد لا يكون المجيب بحاجه، قد لا يكون المجيب بحاجه، انما يختار انه بحاجه لاسباب خاصه على حساب امور اخرى اكثر اهميه للمجيب. مثال: قد يمتلك مجيب أجهزة تعويضية مساندة، إنما يريد أجهزة أحدث من الحالية. شفتوا ليش أنا قلت نعم أو لا؟ أنا لا، ما بدي أعطي لناس ما عنده بدي أعطي ناس ما عنده بالأصل. أوكي؟ أنا استهدافي ناس ما عنده أجهزة تعويضية بالأصل. غير مباشر قد يخطئ الباحث في استنتاج الاحتياج اعتمادا على البحث اللي قام فيه. مثال: قد يواجه المجيب تحديا كبيرا في جانب الرعايه الصحيه، وانما هو بامس الحاجه لاجهزه تعويضيه جديده. فهون نرجع لموضوع الدمج بين الاسلوبين هو الافضل. مساله النقاش: ترغب مؤسسه باعداد مجموعه من البرامج التدريبيه الداعمه لاداء الموارد البشريه في العام المقبل، وتريد تحليل احتياجات كادر من التدريب، كيف يمكن قياس هذا الاحتياج بالاسلوبين المباشر وغير المباشر؟ انا حاولت احل لكم اياه مشان الوقت. مين ممكن يشارك معنا؟ مين ممكن يشارك معنا؟ انسرين تفضل، بس يكون عندك النت كويس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لا، مسألة للنقاش: ترغب مؤسسة بإعداد مجموعة من البرامج التدريبية الداعمة لأداء الموارد البشرية في العام المقبل، وتريد تحليل احتياجات كادرها من التدريب، كيف يمكن قياس هذا الاحتياج بالأسلوبين المباشر والغير مباشر؟ هلا حسب الاحتياج والكادر اللي بدي يدربوه، هل أول شيء بدأت تعمل تقييم للاحتياجات، بدأت تحدد الاحتياج المناسب للتدريب اللي هنا رح يعطوه، وبعدين رح يشتغلوا عليه ويجهزوا كامل. بس عذرا للمقاطعة، بس مشان الاختصار، الأسلوب المباشر شو بتساوي أنت؟ والأسلوب غير المباشر شو بتساوي؟ هلا الاسلوب المباشر اول شيء بدي اسال الكادر اللي انا بدي ادربه، انه يعني شو احتياجهم بالتدريبات، يعني هلا ممكن عندهم احتياج خاص فيهم هن، لا مو انا الاسلوب احدد لهم المباشر، احتياج. لا الاسلوب المباشر انا بحط قائمه من التدريبات وبقول له نقي منها. ايه تمام، انا تمام، حكيت العكس. هلا ايه بالاسلوب المباشر اني انا بحط قائمه حط التدريبات قائمه، وهنا هو ابحث على قائمه وبقول له اختار منها بيختار اللي التدريب انت المناسب بتشوفه لإله. اولى بالنسبه لك. تمام، الغير مباشر هلا الغير مباشر انه يعني ممكن هو ما يكون عرفان التدريب اللي هو فعلا بحاجته، ممكن انه يحط كذا تدريب ومو عرفان احتياجه الاساسي، لما انا بحط له ممكن قائمه بسهلت عليه الامر اكثر.
هلا هون انا بعمل استبيان وبقيس بقى منه بستنتج، تمام؟ يعني مثلا تنسيق التواصل، شو نقاط الضعف عندك، شو عم تواجه صعوبات تحديات من ناحيه التواصل، بيئه العمل، اداره، تفويض، قياده، مثلا تحليل البيانات، جمع البيانات الى اخره. بناء عليها بنرتب نحن هالتحديات وفقا لشو؟ لا من الاكثر لشو؟ أكثر احتياجاً. وفقا للاكثر، ايوه الاحتياجات، وفقا للاكثر ظهورا من الموظفين حتى الاقل، بعدين بنصمم برامج تدريبيه ممكن تساعد على تجاوز شو هالتحديات. نفس الامر طبقناه مع مين؟ مع المستفيدين. الله يعطيك الف عافيه. الله يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. طيب في شيء اسمه تقييم. أنا صفات معنا تقول استوى مباشر وطرح عدة تدريبات عن مستفيد انتقاء التدريب غير مباشر ومشاكل تعرض لها مستفيد أثناء التدريب علينا ترتيب المشاكل حسب أهميتها إنشاء حل ولا لا. لايك 100%. كل مشاركاتكم حلوة، أنا عم أحاول أنتقي بس بعض المشاركات. طيب تحليل، في شيء اسمه Rapid Needs Assessment وفي عندي In-Depth Needs Assessment. تحقيق احتياجات سريع، تحقيق احتياجات شو معمق. وصف والتمييز بيناتهم كثير رح يهمني. الاحتياج السريع معلومات نتائج محصل عليها بحد اقصى، حد اقصى 6 اسابيع، حد ادنى 3 4 ايام، تمام؟ يعني بكره بالامتحان اذا سالتكم ما هو نوع تحليل الاحتياجات الذي نقوم بالحصول عليه بين 4 وحتى 6 اسابيع كحد اقصى، شو بتقولوا لي؟ تحليل الاحتياجات السريع ولا معمق؟ سريع. بس طف الشهر، طف شهر ونص شهرين فصار معمق، تمام؟ تتغير مدة التحليل وفق الأهداف البحث، يفضل ألا تتجاوز الشهر. طيب أنت التحليل احتياجات السريع متى نستخدمه للتحليل احتياجات السريع؟ يعتبر تقييم الاحتياجات السريع من الأمور الضرورية عند حدوث الأزمات والكوارث تحضيرا استجابة سريعة أيضا، يعني لما يكون الأمر عاجل أنت ما معك وقت فمعك يومين تشوف شو احتياجات يومين ثلاثة خلاص، تمام؟ مثلا عندك نزوح مفاجئ مثلا، تمام؟ صار في قصف على منطقة معينة وانت شو بدك تقوم بالاستجابة الطارئة على هل النزوح مثلا، تمام؟ فانت شو بتساوي؟ تحليل احتياجات سريع 3 ايام حد اقصى، مثل هلا مثلا تحليل احتياجات سريع مثلا لانتشار وباء الكوليرا مثلا، تمام؟ مفترض يكون في عندك استجابه سريعه. يوم انت يعني مشاهداتي هلا الدكاتره اختصاصيين في الامر، يعني ما بدنا نتعدى على مصلحه غيرنا. بس ما من منطق انه انت نقطه طبيه وهذول الناس يشتبه اني معهم كوليرا وحطهم مع بعض. يعني انت كيف ضبطت مع ناس 40 بمر اصلا اللي ما معه مثل الكورونا نفس الامر، اللي ما معه رح يصير معه. مظبوط؟ صح؟ مية بالمية. يعني انت ما هذا وباء، يعني اذا انت الامر من الامر يعني ما اخذت يعني عملت شيء استباطي، فان النقطه المشفى رح تصير البؤرة اللي الناس رح تنعدى منها، مظبوط؟ ترقيق معلومات الاحتياجات مثل بيتم على سبيل المثال اجراء تقييمات احتياجات مثلا سنويه مفصله وشامله، مثل فرضا انت عندك مشروع مثلا سبل العيش، في عندك مجموعه مستهدفين حاطه انت على قائمه الاحتياط، فانت لك حدث البيانات لهم، شو بتاخذ منك وقت؟ تاخذ وقت مثلا، او عندك مؤشرات كل 3 شهور فتجري مثلا تحديث لهالبيانات او ربع سنوي او سنوي. المعمق مثل ما قلنا بياخذ وقت،
مثلا تخطيط موارد، تخطيط برامج. يوم انت مفترض مثلا السنه الجديده تبلش من هلا من شهر مثلا 10 11 لتوصل لاخر السنه، لانه يصير في عندك جرانتات بدك تقدم لها، توجيه سياسه المنظمه استراتيجياتها بناء على تحليل احتياجات فئات المستهدفه. يعني هلا مثلا من الاشياء مثلا كانت مثلا الطارئه، يوم لما انتم لاحظتوا السنه الماضيه وهلا عم يتم مثلا ارجاع كل شخص مثلا مع الكملك اللي له غير الولايه اللي مثلا اسطنبول الكملك اللي له هكذا، في ناس صارت ترجع كميه كبيره، فهون انت بحاجه لايش؟ بيوت، فرص عمل، لباس الى اخره. نفس الامر هلا العكس اللي هو انك من مثلا من دول اللجوء للداخل السوري، هل يا ترى في بنيه تحتيه، في مخيم، طيب وين نستضيفهم؟ طيب هاي الامر لازم يكون بالحسبان. استاذ علي عم يقول معمق تقييم احتياجات متعدد القطاعات بتصير مثلا بشكل سنوي، سوق تحضير وتدريب لهيك بياخذ وقت. استاذ عمار عم يقول لازم يكون تحليل سريع لحد من العدوى والتقييم انتشار الوباء. استاذ على الاوبئه خلاصة منهج اللي حكينا عنه اليوم، منهجيات تحليل احتياجات، حدد حط ببالك الادوات اللي تستخدمها، طرق القياس، تفصيل الزمن، مصادر البيانات. كل جانب من الجوانب انت بحاجه لتوصيف لمكان استخدام الادوات. التصميم القطه، خطه تحليل احتياجات لازم تكون مرنه وسهلة، قابلة للتكيف مع المتغيرات اللي ممكن تتعرض لها حسب الحالات وحسب مجتمع المضيف وحسب المجتمع. حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تتشتت بالطرق، تمام؟ يعني طريقتين منهجيتين كافيين. يوم أنت نحن عم نستخدم مثلا ممكن أدوات، ممكن بالمستقبل تبحث عن أدوات أفضل، بسط الادوات، لا تعقد الادوات، حاول ما العبره بالادوات، العبره انه انا الادوات ليش بدي استخدمها؟ الاداه الاسهل بالطريقه اللي بتقدم لي مثلا البيانات بالطريقه الافضل هي اللي تكون الافضل بالنسبه لي. ما ترد على انه والله استخدام البرنامج احسن من هالبرنامج وغيره الا حسب احتياجه. حسب احتياجه. لا تعقد فينا نقول الاجراءات او ما تعقد الادوات او التصميم، تلجا لتصاميم معقده بعدين وتجي على التنفيذ بتلاقي صعوبات فيها، او تدريب الكادر عندك بده ياخذ وقت اكبر. لا، حاول من البدايه شو تبسط. خلاصه الادوات، في عندك كميه مختصر، كمي ارقام، نوعي افكار احاسيس، القياس، في عندك مباشر وغير مباشر، قلنا الدمج بين الاسلوبين هو الافضل. مباشر هو السؤال المستهدف او المستفيد عن احتياجه، غير مباشر استنتاج الاحتياج من خلال فهم الواقع. التفصيل من ناحيه سريع مفصل او عميق او معمق، سريع بيكون من 4 أيام حتى 6 أسابيع، المفصل ماكسيموم شهر. طيب تعالوا نراجع مع بعض كل المصطلحات اللي احنا اشتغلناها. هلا بقي معنا مراجعة، ممكن نفصل اللون هون، بعدين ممكن نحكي الخطوات العملية ونحكي الخلاصة بالنهاية. ما خطوات العملية، الخطوة الأولى يا صديقي العزيز قوم بالتحضير. ممكن مين ممكن يداخل معنا صوتيا يشرح لنا الفقرة؟ أستاذ عباس شو رأيك؟ أستاذ عبد القادر مين ممكن يداخل معنا حول موضوع التخطيط؟ حكينا نحن بس هلا بدنا نرتبه. استاذ محمد ضاهر تفضل. السلام عليكم. السلام، اشرح لي الطريقه اللي انت بتشوفها مناسبه.
يعني ما ضروري تلتزم بالحرفي. يعني شرح وليس قراءه مثل ما انت بتقول. طيب تأكد أن لدى مؤسستك الإجراءات التقييم التي تتلائم مع خطط الطوارئ وتخطيط البرنامج أو البرنامج. يعني أنه أنت عم تشتغل بمؤسسة معينة، فلازم تتأكد أنه المؤسسة اللي أنت عم تشتغل فيها يا ترى عندها أدوات تقييم ملائمة للوضع اللي أنت رح تشتغل أو للمنطقة اللي رح تشتغل تقييم عليها. وبالنهاية بعد التقييم أكيد بيكون عندك ثقة أنه أنت عم تقيم منطقة، عم تقيم أزمة مرت بمكان معين، فمؤسستك يا ترى هي ممكن تلبي احتياج هاي المنطقة اللي أنت عم تقيم مشانه. يعني أنا بدي أروح أعمل تقييم. هذا الشيء رح يجيب إنه الأصل ليش عم تعمل خطة؟ تفضل. تماماً، إنه أنا إذا عم تقيم منطقة بمناطق، خلينا نحط نحكي عن أرض الواقع، مثلاً بجبل الزاوية بإدلب اليوم في منطقة تعرضت لقصف، صار هدوء، فنحن نقيم احتياج لهي المنطقة. فنحن دائما بيكون عندنا ثقة انه ترى انا المؤسسة اللي عم اشتغل فيها هي قادرة على ترميم المنازل. حتى انا اسأل العالم انه انتم حاجتكم يا ترى انه نحن نرمم هاي البيوت حتى ترجعوا تسكنوا. فبيكون عندي ثقة اولا انه عندي ادوات مناسبة لقيم، وعندي ثقة انه انا مؤسستي قادرة على الشيء اللي بدي قيمه انا. الخطة ينبغي أن يشرح يشرح كيف مؤسستك ستنفذ التقييم من البداية إلى النهاية. ما الإجراء، ما الأجزاء المختلفة للمنظمة المسؤولة عنها، وكيف سيكون التوازن بين التكلفة والسرعة والجودة. هذا الحكي نفسه اللي حكيناه، أنه أنت بيكون عندك ثقة أنه مؤسستك قادرة تغطي تكاليف الأشياء اللي أنت عم تعمل تقييم مشانها. أنه أنا بدي رمم، أنا بدي رجعكم تسكنوا بيوتكم، يا ترى أنا المؤسسة اللي بشتغل فيها عندها القدرة لتنفذ هذا الكلام اللي أنا عم أسأل عنه. 100% تحديد. الله يعافيك. الله يعافيك. أستاذ علي هو عم يتكلم بس على هون تقييم الداخلي، تمام؟ غالبا ما يتم توجيه المنظمات لعمل تقييم العمل على نتائج التقييم. هون قصده تقييم داخلي. خطه ينبغي ان تشرح كيف مؤسستك رح تنفذ تقييم من البدايه للنهايه، شو الاجزاء المختلفه المنظمه المسؤوله عنها، وكيف رح يكون التوازن بين التكلفه والسرعه والجوده. تحديد فحص مين رح يقوم بحشد الموظفين موارد لحتى نحن نقوم بالتقييم. استعراض البيانات السنوية ممكن تحتاج لشخص أو اثنين، وكثير ممكن وكثير ما يمكن القيام به من قبل الموظفين خارج المنطقة ممكن مستهدفة. جمع البيانات الأولية ممكن يحتاج لمزيد الموظفين والتعب والجهد والتمويل اللازم. وأنا عم نحكي الساتنا تحضير. طيب كيف ممكن نحن نوضع الخطة؟ من ناحية الأهداف لازم تكون خطتك عندها أهداف غايات واضحة، إطار زمني، تكلمنا عن الموضوع، إطار زمني أنك أنت إمتى مواعيد تسليم، إمتى أنت ممكن تبعث تقارير، شو المخرجات اللي أنت حاطة، شو القرارات اللي تقوم بالوصول لها، نطاق، شو هي البيانات التي لا تحتاج إلى جمع. عندك بيانات ما بحاجة لجمع، طيب شو البيانات اللي بحاجة لجمع؟ شو الجهات اللي ممكن نحن نشتغل فيها لحتى نحن نحصل على بيانات تأمن لي مصدر بيانات، مثلا هي مصدر ثانوي للبيانات، بحيث أنا أعمل تحليل احتياجات من دون ما أصرف وقت وجهد وتعب ومال، إذا كانت موجودة هالجهات. منهجية، كيف حيتم جمع البيانات؟ حددوا. قرر اي معلومات رح نجمع، اذا كان ممكن في معلومات عندي اياها خلص الامور تمام، في معلومات ما عندي اياها فانا بدي الجا لجمعها. كيف رح يتم تنفيذ هالجمع؟ كم المعلومات المطلوبه ممكن الحصول عليها من المصادر الثانويه؟ شو مصادر المعلومات رح تستخدم وليش؟ ما ستكون الاحتياجات من البيانات الاساسيه الخاصه فيني او الخاصه بمنظمتي؟ شو الاستبيانات، الأدوات، قوائم المراجعة اللي احنا نستخدمها، شو المواقع اللي احنا نستخدمها، شو الأدوات اللي احنا نستخدمها، مع مين نحن بدنا نتعاون،
شو الافتراضات أثناء الجمع مثلا بالمنطقة اللي نحن رح نجمع فيها، أو بالوضع الحالي أو بالوضع المستقبلي، افتراضات أو مخاطر ممكن تواجهنا. التحليل من ناحية تحليل البيانات الخاصة بالمعلومات اللي نحن جمعناها وتقدير أو تقديم النتائج، مراجعة البيانات الثانوية من ناحية التخزين، الجمع، التفسير أيضا تخزين نحن البيانات اللي نجمعها، رح نسميها البيانات الأولية اللي نحن رح نجمعها نحن. ففي عندي قاعدة بيانات ممكن نقارن بين البيانات اللي نحن حصلناها، ففي بيانات بنحدث البيانات بين البيانات اللي نحن عندنا أو جمعناها مع البيانات اللي نحن جمعتها مثلا مصادر ثاني، ممكن مجالس محلية، منظمات أخرى، ونقارن بين البيانات اللي جمعناها نحن والبيانات اللي جمعها غيرهم. تقديم النتائج الأولية والتقارير، نتأكد من صحة البيانات اللي قمنا بجمعها، سواء البيانات اللي نحن جمعناها أو جمعها غيرها. هذا الموضوع أكيد ما راح يكون بسهولة، هناك حاجة لتشمل أصحاب المصلحة أيضا الآخرين، ممكن هون نلجأ للتثليث بالبيانات حتى نتأكد من جودة هالبيانات، شو هي الرسوم البيانية والخوائط ممكن تحتاجها بالتحليل وإعداد التقارير، كيف ينبغي أن تعرض النتائج والإبلاغ عنها ونشرها، شو آليات النشر، هل يا ترى رح ننشرها مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي ولا رح نشارك فيها فقط أصحاب مصلحة اللي نحن شغالين معهم أو منظمات تاني، أو الموقع الإلكتروني اللي نحن شغالين على تابع لمنظمتنا واللي ممكن في منظمات الموقع الإلكتروني ما بيدخلوا بالسنة 10، ومع هيك مثلا ممكن تبقى التقارير اللي لهم منشورة مثلا فقط على فينا نقول مواقعهم، لو اني مثلا بيشاركوا هالموارد مع منظمات تانية ممكن تقلي منظمات تانية هي مطلبة، بادر انت هون رح تعمل فينا نقول تعزيز شراكات، تفتح عمل مستقبلي، بادر يعني ما تنتظر حدا يطلب منك لحتى تنشر التقارير او الدروس المستفادة. ماذا تحتاج لتنفيذ التقييم؟ هون نحتاج لشؤون الموارد، شو العمل مع أجزاء المنظمة الحاجة، ممكن جامعي البيانات إنك أنت جامعي البيانات من خارج المنظمة فيكون في توظيف مثلا مؤقت، لا أنت عندك مثلا عدة مشاريع فهون تلجأ مثلا يكون في عندك فريق تقييم، فريق التقييم هو اللي بيقوم بالجمع. تصميم من ناحية ما في حل سحري أو كبسة زر لأنه نحن نصمم تحليل احتياجات، والله هالطريقة أفضل من هالطريقة، راجع الأدوات والآليات وشوف شو نقاط القوة ونقاط الضعف عن كل طريقة من طرق أو من الأدوات والآليات، وشو الدروس المستفادة اللي قامت المنظمات الثانية فيها، وبناء عليها حاول ما تخترع العجلة أو تكرر أخطاء غيرها، أو أنت الأخطاء اللي وقعت فيها ترجع تقع فيها، لا غير المنهجية حيث تناسب المجتمع اللي أنت عم تقوم دراسته أو الاحتياجات اللي أنت عم تقوم دراسته، وتناسب كمان الكادر اللي عندك. في نقطة مهمة لازم نحط ببالنا هي الحرص على أن المعلومات لازم نحرص يتضمن تقييم المعلومات ثلاث عناصر أساسية، أين، ما الذي، وماذا، أين، شو المواقع اللي لها تأثير أكبر و أو يعني ممكن محتمل يكون لها أثر أكبر، يعني تنفيذ المشروع في هالمنطقة أفضل ولا بهالمنطقة، تمام؟ طيب إذا نفذت هون أولى ولا إذا نفذت هون أولى، تمام؟ إذا جمعت البيانات هون جمع المعلومات بهالمنطقة أفضل ولا بهالمنطقة؟ من الذي؟ شو جماعات في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية أو أكثر عرضة للخطر؟ وشو هي القطاعات؟ رجعنا هون لموضوع القطاعات، ممكن نتطلب إجراءات فورية أو
اهتمام متواصل. أنا بس بدي أرجع لكم على ستايب الطفلان هو ملخص لجلستنا اليوم الجلسة الماضية. رح نكفي طبعا الجلسة القادمة بإذن الله وندخل بقى بجمع البيانات. وطلع اليوم طفلان تمام. هلا هاد رح يكون الجلسة القادمة على كروت، بس رح ابعث لكم اياه انا على المجموعة. بتمنى من الكل يسيفوا عنده. اوكي هي المصطلحات مثل ما بيقولوا الوقود اللي احنا نبني عليها. تحليل الاحتياجات شو هو، البحث الكمي شو هو، البحث النوعي شو يعني، نص الحوار شو يعني، قياس مباشر شو يعني، قياس غير مباشر شو يعني، تحليل احتياجات سريع شو يعني، تحليل احتياجات معمم. المصطلحات باللغة الإنجليزية مطلوبة، يعني quantitative research, qualitative research, direct platform, direct measurement, indirect, rapid need assessment, assessment. هاي المصطلحات لو سمحتوا تحفظوها بالإنجليزي لأنه حنسأل عنها. تحليل الاحتياجات شو هو؟ بعدتوا عن المجموعة. شو هو تحليل الاحتياجات بالملخص؟ تحديد تقييم احتياجات فئة من المجتمع تجاه خدمات أو منتجات معينة من خلال تحليل الفجوة بين الصورة الحالية والصورة الموجودة، الواقع الحالي والواقع المأمول. انت يعني ما تلتزم بالما عم نحفظ نحن بصم، تمام؟ ما العبره لحفظ البصم. البحث الكمي ديروا بالكم، البحث الكمي والنوعي بالانجليزي بيفرقوا بحرف واحد، تمام؟ الكوانتيتيف هو البحث الكمي، قياس الاحتياجات بالارقام. البحث النوعي الكوالتيتيف ريسيرش اللي هو تحليل وفهم افكار واحاسيس الناس حول احتياجاتهم. في مصادر ثانية بتعرفهم تعاريف مشابهة، بس هون بتغير شو الكلمات يعني، بس هو المعنى واحد. طيب منصة الحوار، استثمار حوار مجموعات متنوعة في استنباط الأفكار. حكينا على موضوع المتعلق ب انه نحن بالمشاكل نحن ممكن نعمل جلسات حوار مركزة. في عندك جلسات حوار مركزة، جلسات عصف ذهني، في جلسات حوار تكون ضمن حتى ممكن جلسات خبراء. قياس المباشر هو السؤال في المستهدف عن احتياجاته، أو حط لهم قائمة وقول له شو الشيء اللي أنت عندك يا الأهم، حدد لي شو الأهم. القياس غير مباشر هو indirect measurement اللي هو سؤال الموظف عن أبرز التحديات، أو ممكن ما وظف ممكن خلينا نعدلها نستفيد. سؤال المستفيد عن أبرز التحديات ممكن يواجهها في جوانب مختلفة بحياته. تحليل احتياجات السريع اللي هو Rapid Need Assessment اللي هو اللي بيعطيني المعلومات النتائج قوم فيها، بحيث ان المعلومات النتائج بين 4 لـ6 أسابيع كحد أقصى. أما تحليل الاحتياجات المعمق بيكون أهداف الدراسة أوسع، مدة التحليل بتحتاج لوقت أكثر، بس ماكسيموم لازم لا تتجاوز الشهر، لازم ما تتجاوز الشهر. الله يعطيكم العافية، وعلى أمل اللقاء فيكم إن شاء الله اليوم الجمعة القادمة، يعني يكون بعد بكرة بعد الغد بإذن الله. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من جلسة اليوم، حمد كل الفائدة للجميع. عمل أمل لقاء فيكم بعد الغد إن شاء الله. حياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.